اختي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وتلقاكم لا فيديو ديالي في احسن الاحوال. مرحبا بكم في قناتي، قناه حسناء ام ادم، قناتي المتواضعه. مرحبا بكم كما العاده. مهم بغيت نشارك معكم، يعني في الفيديو اللي فات انا شاركت معكم كيفاش لقينا هذه الكرامه، ودابا بغيت صراحه هذا نفس النهار، ولكن ما بغيتش تجي لها فيديو طويل، داكشي علاش درت فيها جوج. المهم عندي هنا الكرامه كما كتشوفوا، بغيت نقليها. ها هي عندي كرامه هنا، غنضيف ليها غير شويه تاع البصل اللي غنضيف ليها، ندير لها بحال هكا ونحطها على جنب. هنا عندي كاس تاع نص كاس تاع دقيق الفورص، عندي هنا نص كاس تاع النشا ميزينا. هذا الخليط كيجي بهذا كما قلت لكم احبابي، هذا الخليط كيجيب لينا هذا سميتو زوين بزاف، هذا الكرامه كيجيبها لينا قرمشه كتجي زوينه بزاف. قلت هكا نشاركها معكم. هنا عندي غندير نص ديال هذا خميرة الحلويات، ندير في النص ديالها، نخلي نص، وغادي نضيف الماء كنخلط. عندي هنا نص كاس، ولكن غنبقى نضيف غير شويه بشويه حتى نخلط هذا الخليط ديالي ما يجيش ثقيل وما يجيش ثاني يطلق بزاف. الا كان خاصنا الماء نضيفو، غادي نخلط مزيان الحمد لله. غنزيد نضيف شويه تاع الماء، كتشوفوا هو الخليط ديالنا. غندير له الملح باش يجينا زوين، راه شي ما شفتو الكرامه ما تناش فيها كاع الملح. غنضيف له شويه تاع الحار، طبيعه الحال اللي ما بغاها يقدر يستغنى عليه. كتشوفوا راني ضفت غير قليل، الكرامه ديالي غنزيدها هنا هكا، نديرها في هذا الخليط كما كتشوفوا. ها هي نخليها تشرب هذا الخليط واحد ربع ساعه ولا نص ساعه بحال هكا، تشرب لينا شويه هذا الخليط، وديك الساعه نرجع ان شاء الله باش نقليها معكم. مهم احبابي من ما دازت واحد نص ساعه بغيت نقليه انا غير يلا بغيت نقليه وصافي، ما تقدروا تقليه ديك الساعه نيت. دابا عندي هنا الا عندكم لا شابلوغ صراحه يكون احسن، انا ما عنديش، انا استعملت غير الفينو في شويه تاع الزعتر. دابا راني درت الزيت ديالي كتسخن كما قلت لكم، الا عندكم لا شابلوغ احسن، انا ما عنديش، داكشي علاش غنستعمل غير هذا. كما كتشوفوا الكرمان ديالنا هز علينا ديك العجينه، غنديرها فيها، نديرها في هذا ونديرها في سميتو في المقلى ان شاء الله. ها هي الزيت ديالي كما قلت لكم راني دايرها سخنات، بسم الله. من الأحسن تكون الزيت شوية كثيرة باش طيب لينا زعما في جوج جوايع، إلا كتكون الزيت ما إلا كانت قليلة لا. Thank you.
بزاف بزاف كما كتشوفوا، كتجي مقرمشه من برا وكتجي طايبه من الداخل. بسم الله كما كتسمعوا راه كتجي زوينه بزاف بزاف. كنتمنى الفيديو ديالنا اللي عجب ليكم ويكون خفيف ظريف على قلوبكم.